الموضوع اللي جاي حديث القاهرة الحديد خرج عن السيطرة. في يوم واحد بس نمنا صحينا لقينا زاد 7000 جنيه ولا في الأحلام. أنا فاكرة أني مرة عملت حلقة عن موضوع الحديد 2006 تقريبا، وكانت أزمة للناس أن الحديد وصل سعره 6000 جنيه و7000 جنيه. تصوروا دلوقتي بقى بيزيد في اليوم 7000 جنيه. حسبتها من أول شهر يناير لحد النهاردة 27 يوم، زاد 20000 جنيه. يا مؤمنين حد يديني عقلكم، الزيادات دي طبيعية؟ ده اللي عايزين نسأله ونعرف إيه الموضوع بالظبط. يعني خلينا ناخد الخبر والمعلومات من الأستاذ محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية. أهلا بحضرتك معنا في حديث القاهرة. أهلا بك يا فندم، أهلا وسهلا. ممكن أفهم مين بيسعر الحديد يا فندم؟ مفيش حد بيسعر الحديد، هي التكلفة اللي بتحدد سعره. بمعنى احنا اولا في مصر هنا مش دوله منتجه لخامات المعادن عموما، وخصوصا الحديد والالومنيوم والنحاس، فدي بالكامل بتيجي من بره. وبالتالي بتتاثر بثلاث عوامل. اولا السعر العالمي وحركته، نمره 2 سعر التحويل بتاع العمله، ونمره 3 توفر العمله نفسها. اخر حاجه اللي هي الطلب والعرض في السوق. عظيم. تيجي نمشي واحده واحده يا استاذ محمد عشان الناس تفهم. اتفضل. ماشي تفهم. احنا طن الحديد الخام اللي حضراتكم بتجيبوه بكام؟ طن الخامات حاليا خلال شهر يناير ده ارتفعت حوالي 15 دولار للطن. بقى ارتفعت من 385 الى حوالي 405 كم دولار للطن. 410. ها يلا 410 دولار للطن الخردة. عظيم. الحديد الخام علشان يتحول لحديد تسليح تقريبا بيتكلف كام يا فندم؟ عشان يتحول من خام لخردة انا عندي فيه حاجات اساسية. اولا الطاقة، ثانيا نسبة الهالك، وثالثا تكاليف الانتاج نفسها. اللي هي كام تقريبا؟ العملية الانتاجية نفسها حضرتك بتتكلف قرابة بأسعار النهاردة اللي هي بتاعت الدولار بتعدي 35000 جنيه. 35 يعني الطيف الطن الواحد بيكلف حضرتك علشان تصنعه 35000 جنيه؟ لا آسف، عشان أوصل لمنتج قابل للتسويق النهاردة بيتكلف 35000 جنيه بسعر الدولار الرسمي. هايل. 35000 جنيه بسعر الدولار الرسمي، يعني تقريبا 1100 جنيه، 1100 دولار تقريبا. طيب وسعر الطن الحديد الخام حضرتك بتقول عليه، رغم ان احنا يعني شايفين ان الخردة الرقم ده اللي هي تتشكل يعني طن الحديد المنتج اللي هو حديد تسليح بياخد طن ونص خام. تاني طن ونص خام علشان اصنعه طن حديد اللي انا اقدر استعمله بعد عشان كده عشان اطلع بيه منتج طن حديد تسليح مثلا. ماشي. يعني احنا كده وصلنا ل 600 دولار مثلا. 600 دولار تقريبا، يعني 36000 جنيه سوق سودا، مش هقول لك سعر البلد يعني. تمام. طيب وتقريبا ليه بقى وصلنا لحد 57؟ الباقي ده بيروح فين؟ من 36 ل 57 ده ايه؟ ده مش ربح؟ أقول لحضرتك ببساطة. اتفضل. أنا قلت جملة في كلامي أنت طبعا فوتيها. اتفضل. اللي هو أن أنا قلت التكلفة بسعر الرسمي للدولار. أنا حسبتها. لا حضرتك قلت السعر الرسمي للدولار اللي هو 35000، اللي هو 30 31 جنيه للدولار. حضرتك قلت لي 400 دولار سعر طن الخردة صح؟ تمام. ضربناه في 1.5 بقى تقريبا 600 دولار. 600 دولار خرده. نضرب ال 600 دولار في 60 جنيه اللي هو سعر السوق الموازي مثلا، يبقى 36000. تمام. 36000 ده على سعر السوق السوداء مقارنة بسعر البيع. انا هنا ما بتكلمش على سعر الرسمي اللي هو 31. يا استاذه انت دلوقتي خدت عنصر واحد بس من التكلفه. حضرتك اللي قلت لي دي الخام. وبعدين بنحط عليه لسه إيه؟ هتحط عليه كهرباء، هتحط عليه مصاريف الصناعه، هتحط عليه اجور، هتحط عليه كل المصروفات اللي هو المصنع بيستهلكها.
انت جبت عنصر واحد بس اللي استوردتيه من بره. طيب يعني مثلا ده بيكلف كام؟ لان انا هستند هنا على تصريحات ليكوا شخصيا، قلتوا ان الطن كان بيتكلف، ده كان من 2022، قلتوا الطن أيوة. تكلفه الطن الحديد بيكلفكم تقريبا 850 جنيه، فخلينا نقول انه زاد بقى 3000 جنيه. تكاليف الانتاج يعني هتضيفيها على تكاليف الانتاج بالظبط. ايوه تمام. بقوا 4000 جنيه، بلاش 850 و 4000 جنيه على 36، فبقى 40000. احنا بنحط هامش ربح لحد 57000. يعني واحده بقى 40000 ده اللي هو على اساس وقتها كان سعر كام؟ لا احنا حسبته على دلوقتي، وقتها كان 850. يا استاذه ركز معايا يا نبي عشان انا عارف يا استاذ محمد زادت كام في الشهر ده. استاذ محمد بالمناسبه انا بسال الاسئله دي علشان الناس اللي لا لان حضرتك قصدك بتقتطع الحاجات. لا ابدا ليه، انا ماشي معاك واحده بواحده. طب خلاص انا هسكت خالص واحد. وحضرتك قولي ال 800 انت بتقولي 800 كان سنه كام؟ 22. طيب انا في يناير بس ده الكهرباء زادت 20%، الكهرباء بس. تمام، انا ضربت في تقريبا 500%. زادت قد ايه؟ انا ضربت الرقم 850 فتقريبا 450 في 500%. ده حضرتك اللي بتتكلمي على حضرتك امشي حته حته. اولا هو صعب جدا ان انت تحسبيها بالشكل ده. ال 400 بتاعت الخامات دي حاجه تمام، وبعدين تكاليف الانتاج دي حاجه ثانيه. 400 الخامات ممكن حضرتك تحسبهم لي، انا مش هتكلم. اكملها اكملها للاخر. حضرتك قولها لي بالارقام بس ده. يعني اتفضل. انا طيب. مش هقول وحضرتك قول عشان حفاظا على وقتك ووقتي. اتفضل ماشي. حضرتك قول لي ال 400 دولار الخرده بيتضاف عليهم قلنا 1.5، يعني هتبقى 600 دولار خرده هتخش في صناعه طن حديد. تمام 600. ال 600 دولار دولت هنقول هتحوليهم حتى بتقولي ب 30 ادي 60 يا فندم 60 في 60 ب 36000. تمام. عندي بعد كده مصاريف تشغيل كانت 800 في 22 لغايه النهارده زادت على الاقل 70%. يعني بقت كام؟ 2000 يعني جنيه. يعني بقت النهارده حوالي 2000 جنيه. تمام. 2036 ادي 38. تمام. ال 38 دولت على اساس اتحسبوا على اساس الدولار 60 وعلى اساس سعر الخامات دلوقتي 400 وعلى اساس ان تكاليف الاجور والعماله والكهرباء زادت بمقدار ال 150% اللي هي يعني 2000 جنيه زي ما حضرتك قلت، برضه ما زال الفجوه كبيره، كل الباقي ده هامش ربح. هتوصلي لحضرتك للاخر ان تكاليف. طب انا هقول لك على حاجه ابسط من كده، خش على حضرتك في ميزانيه منشوره في البورصه لاكبر شركه حديد في مصر محققه في التسع شهور اللي فاتوا خسائر 1.9 مليار جنيه. خسائر بس يا فندم؟ خسائر ازاي؟ ده السوق ده الناس بتتنشأ على طن حديد علشان البنى واقف علشان حضراتكم مش بتنتجوا. ثانية واحدة، الشركة اللي أنا بقول لك عليها دي لغاية هذا التاريخ كانت جزء نصها ملك الدولة وهي اللي بتراجع ميزانيتها والجهاز المركزي كده. على فكرة ده يخلينا ما نتناقش في الموضوع أصلا، أنا دلوقتي بتكلم في الجزئية بتاعتك. انا هتكلم على حساباتك دلوقتي يا استاذ محمد. على اخر حاجه معايا مدير غرفه الصناعات المعدنيه وقلت لي التكلفه. ما تتحسبش بالشكل ده. طب التكلفه غير 38000 في ايه اللي بعدها؟ طيب في عندي حاجه اسمها الكترودات جرافيت ده بيستهلك راخر. في عندي بعد كده اهوت المصانع اللي بتعمل بتاع ده المكورات الحديد. في الحاجات بتضاف في اللي هو السبائك الحديديه اللي مصنعها في ادفو. الحاجات دي كلها دي مدخلات انتاج. انت خدت خامه واحده اللي هي الخامه الرئيسيه اللي هي الخرده. طيب ممكن اسال سؤال واحد بس؟ اذا التكلفه النهائيه قد ايه؟ اضفنا كل عناصر التكلفه تمام. المشكله اللي عندي ليس في تكاليف الانتاج، المشكله عندي في السعر نمره واحد نمرة اتنين. المصنع ده بيشتغل حاليا ب 50% او 60% من طاقته، يعني تحمل على المنتجات تقريبا ضعف التكلفة الثابتة. وعندي في الاخر ان سعر العملة نفسه او بلاش سعرها، توفر العملة نفسه مشكلة بالنسبة له، ان هو بيتكلف تكاليف اضافية على السعر اللي انت قلتيه. انت حسبتيها على 60. طيب استاذ محمد، لان احنا مش عايزين ناخد من وقتك اكتر من كده، وعشان وقت برنامجنا حضرتك
دلوقتي ممكن تقول لنا في جملة واحدة سعر الحديد علشان نصنعه للمرحلة الأخيرة نبيعه بيتكلف كذا، هامش ربحنا كذا، فعلى الناس إنها تقبل بالسعر اللي موجود، أو يعني لو الأرقام مش موجودة مع حضرتك حضرتك. لا أنا هريحك، التكاليف النهاردة 55,000 جنيه للطن، دي مكلفها المصانع خسارة 500 جنيه في كل طن. يعني حضراتكم بتبيعوا بخسارة؟ وده مثبت في القوائم المالية اللي الوزارة مراجعاها، الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعها ومنشورة في البورصة. والله لو كل مصانع الحديد في مصر بتخسر يعني ده احنا كده نحط ايدنا على قلبنا ونقول ده احنا في مصيبة، يعني كل المصانع بتخسر كده؟ ربنا يسترها فعلا. الله يا فندم، يعني اذا كل المصانع اللي موجودة في مصر وفق الحسابات دي بتخسر يا فندم صح؟ وبعضها وقف فعلا عن الانتاج. أنا بشكرك جدا. المصانع المتوسطة أو الصغيرة توقفت عن الإنتاج. أنا بشكرك جدا، أنا بشكرك جدا، وعلى الناس المشاهدين وفق تصريحات وعلى مسؤولية ضيفنا اللي كان معانا حالا دلوقتي الأستاذ محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، حط النقطتين دول، الحديد بيخسر وإن المصانع بتقفل. شكرا.